أحياناً يبقى فيه منع سياسي لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية، وأحياناً يبقى فيه منع لأسباب دينية. وكان في اتجاهين، يعني مثلاً ممكن يكون حجب ما قبل العرض، النوع الثاني اللي هو حجب ما بعد العرض، إن العمل يترفع من العرض. لو كان في منع فبيكون من المنبع، إن أنا ما أعرض لكش خلاص، إن أنا ما أخد لكش الشغل بتاعك. هؤلاء الفنانون الحقيقة قالوا يحيى الفن المنحط. هم نفسهم كان عندهم إملاءات وعندهم حدود بيشتغلوا عليها، لا يتجاوزوها. المنع هنا معناه إن أنا بدي ظهري للعالم كله. بدايات موضوع المنع في الفن التشكيلي ما كانش منع للوحة أو لعمل فني، كان منع لفكرة بالأساس. ونلاحظ دون في بدايات الفنون التشكيلية في مصر، وليكن مثلا من عند المصري القديم في الفترة اللي احنا بنطلق عليها الفرعونية، إخناتون لما جه اللي هو أمنحوتب الرابع جاب فكر جديد بفلسفة جديدة، كانوا بيقولوا عليه حتى أنه قد يكون نصف نبي أو نصف إله. كان وحد الآلهة كلها وخلاهم في أتون اللي هو إله الشمس، وما عبدوش إله الشمس ده، لا عبدوا القوة الكامنة خلف الشمس، وعلشان كده مثلوه بشمس وخارج منها أشعة شمس على هيئة إيدين. إخناتون نقل العاصمة بتاعته ووداها تل العمارنة اللي هي المنيا دلوقتي. سمات الفن المصري القديم قبل إخناتون كانت مختلفة تماما عن فن إخناتون. فن ما قبل إخناتون كان فيه نسب مثالية الفنان بيتبعها، وكان لو الملك عنده 90 سنة كان بيصوره هو شاب وعنده 30 سنة في أزهى وأبهى صورة، علشان كانوا كلهم ملتزمين بالمدرسة المصرية القديمة الصارمة في الفن. فكان تقدر تحددي الدولة القديمة والدولة الوسطى. في الدولة الحديثة وتحديدا عند إخناتون كان هو، ويقال إن هو كان بيشتغل مع الفنانين بإيديه، كان بيأمرهم إن هم يغيروا سمات الفن. فلأول مرة في التاريخ نلاقي الفرعون اللي هو كان الإله أو ظل الإله يرسموه بشفايف غليظة وبوجنتين ناتئتين ونحيل ورقبته رفيعة ويعملوا له فخذين تخام، حتى إن بعض الدراسات اليهودية المتربصة قالوا إن هو لأ ده يعني كان عنده مشكلة جنسية أو حاجة من هذا القبيل. فلا ده هو كان بيتدخل علشان يبدو الفن أقرب إلى الطبيعة وأقرب إلى الحياة. وكنا بنلاقي حتى لأول مرة الملك بيلعب مع بناته ويقبل بناته في اللوحات بتاعة الملوك، قبل كده ما كانش فيها الكلام ده خالص. علشان كده قاموا بثورة عليه وحطموا وكسروا كتير من الفن بتاع تل العمارنة، علشان ترجع تاني العبادة لآمون وسيادة آمون ضد آتون. ودي كانت أول مرة في التاريخ اللي هي سمات فن تيجي تعمل ثورة ويتم الثورة على الثورة علشان يرجعوا تاني لسمات الفن القديم. الفنانين التشكيليين المصريين في العصور القديمة كانوا بيرجعوا ويستريحوا في مقرات السكن بتاعتهم، فكانوا بيرسموا حاجات زي كليلة ودمنة كده. يعني هو معترض على بعض الأوضاع السياسية خصوصا في فترة الرعامسة، فيصورها ازاي؟ مش عايز يعترض على الفرعون، فكان بيرسم القط والفار. القط والفار اللي خدها والت ديزني بعد كده ب 3500 سنة متاخدة من عندنا من مصر. كان يرسم فرقة موسيقية وبيعزفوا على الهارب والمزمار وحاجات زي كده، واللي بيعزف مين؟ حمار وتمساح وغزالة. فهو عاوز يقول ان الناس اللي بيعزفوا دول شكل المزيكا هيبقى طالع عامل ازاي، فهو عاوز يعبر عن انقلاب الاوضاع، هو عاوز يقول رساله ولكن مش هيقدر يقولها بشكل مباشر، فبيستعيد عنها بالرمز، الرمز بتاع الحيوانات اللي عمله بعد كده ابن المقفع في لما ترجم كليله ودمنه. في الاسلام حصل المنع مش من الاسلام الحقيقه، المنع من بعض الاتجاهات المتطرفة، لأن في تشخيص أساساً في الإسلام في القصور الأموية في سوريا، في الفاطميين مثلاً، في أبو سعود، في منطقة أبو سعود،
فيه قصر عليه جدارية فيها فتيان وفتيات، وطبعا الأعمال الخزفية عليها فيها تشخيص كتير ما بين غزلان وحيوانات وطيور وأشياء كثيرة. نيجي بقى للعصور الإسلامية في مصر، المنع ظهر بشكل آخر وبشكل تاني. كان في أمير مملوكي اسمه علم الدين ابن زنبور، وكان على خلاف مع الأمير سرغطمش. فسرغطمش الكلام ده كان من حوالي 700 سنة وأكتر، 750 سنة تقريبا، فقام سرغطمش قتله واستولى على حاجته، وكان عند علم الدين ابن زنبور ده عنده 7 قاعات في منتهى الفخامة ومليانين بأسمى آيات الفنون منه، رخام ونحاس وقماش، حاجة يعني في منتهى الجمال. فالأمير سرغطمش خد الحاجات دي كلها واستخدمها وأعاد تدويرها في بناء الجامع بتاعه اللي موجود لحد دلوقتي في شارع الصليبية أو الصليبة اللي موجود في منطقة ابن طولون. خد الرخام دون وقلبه على الناحية التانية ورسم الرنك بتاعه ورسم الكتابات بتاعته، عز لمولانا وكذا وكذا، واتعمل. جم سنة 1940 وحتة رخامة وقعت وهم بيجددوا، يعني بعدها 600-700 سنة وهم بيجددوا الجامع دون، فلاقوا على ظهر الرخامة رسومات محفورة في الرخام نباتية وحيوانية اللي ما كانش معتاد الرسومات دي أن تكون موجودة في أبنية دينية، ولكنها موجودة في أبنية مدنية زي القصور. ففكوا فلاقوا أن الحاجات دي بتاعت علم الدين مش بتاعت الأمير سرغطمش. فهنا المنع خد شكل تاني، أنه عاوز يحجب حقبة. ولو رجعنا تاني معلش للمصري القديم، هنلاقي ان فتره حتشبسوت يقال ان كان في قصه حب بينها وبين المعماري والفنان اللي صمم لها وعمل لها اعظم معجزه معماريه في العصر ده، اللي هو معبد الدير البحري، معبد حتشبسوت، كان اسمه سنن موت. هذا المهندس اللي كان اشرف على رحلتها لبلاد بونت واشرف على نقل المثله العظيمه بتاعتها، كل دون جه بعد كده تحتمس الثالث وشاله، وشال اسم حتشبسوت وحط اسمه. فهنا المنع على حقبة، منع فن تشكيلي أو منع السمات الفنية والمنجزات التشكيلية لحقبة. احنا متأخرين شوية عن الإمام الشيخ محمد عبده، ولو فتوى حوالين في فوائد التصاوير والتماثيل. وهذه الفتوى بتقول ما دام الدين استقر من القلوب فيبقى من السذاجة يعني ان الناس ترجع لعبادة المشخصات يعني. وهو بيقول كده على اعتبار ان الفن بيرتقي بالذوق والتذوق، فاحنا مع التصوير ومع الفنون اللي فيها تشخيص ما بين النحت والتصوير وكده. المنع لأسباب سياسية، حصل حادثة مهمة جدا جدا سنة 49، الفنان عبد الهادي الجزار، واحنا عارفين ان عبد الهادي الجزار بينتمي الى مدرسة الفن المعاصر، اللي كان الرائد بتاعها حسين يوسف أمين، كان أستاذهم في أستاذ التربية الفنية في مدارس الثانوي في القاهرة، وكون هذه الجماعة وهم في ثانوي وبقى فيها فنانين أفذاذ كبار جدا، عبد الهادي الجزار وحامد ندى ومسعودة ومجموعة من الفنانين. سنة 49 كان صغير، عمل لوحة اسمها الكورس الشعبي أو الجوع، كانت معروضة وسط معرض وتم تأويلها، ويعني بالتأويل ان هما دول رعايا الملك ان هما مش لاقيين ياكلوا. مجموعه حوالي 7 أشخاص أو 8، وفي طفل صغير، واحده عاريه تماما وواحده لابسه نقاب، والستات لابسين رجاله ورجاله لابسين ستات، وهي شكلها يعني ما فيهاش مقاييس، المقاييس الفنيه فيها عاليه، لكن المقاييس يعني لما تشوف مثلا ست مش بالجمال، لكن كان فيهم وحشيه، فيهم شعص وغبر يعني كده زي ما بيقولوا، وقدامهم أطباق فارغة على الأرض وأبريق يرمز إلى العطش يعني. وهو كده كان بيشير إلى الظروف الاجتماعية والسياسية فترة قبل ثورة 52، وبيدين هذه الظروف أو اللوحة اتهمت فعلا وتم القبض على بلاد الجزار وأستاذه حسين يوسف أمين. احنا عندنا 2 من كبار الفنانين الرواد، محمود سعيد ومحمد ناجي، أيضا الاثنين دول كانوا يشتغلوا في سلك القضاء، فهم اللي قاموا يدافعوا عن اللوحة وخرجوا فعلا من. وهذه حادثة فريدة بتأكد
فكرة التعامل السياسي مع العمل الفني أحياناً. يعني في مصر برضو هنلاقي إن المنع ده في الحقيقة ما كانش كتير للوحة، ولكن كان لشخص، لأفكاره. فهنلاقي مثلاً في فنانة مشهورة اسمها الفنانة إنجي أفلاطون، فنانة مصرية إنجي أفلاطون دي اتحبست علشان أفكارها، ولكن رغم إن هي من أسرة سرية إلى أنها تبنت الأفكار الاشتراكية وانضمت للجماعات الشيوعية واتحبست. وجوه السجن سمحوا لها بألوان فرسمت الحياة جوه السجن، ولما خرجت عرضتها. ومن أشهر المراحل لإنجي أفلاطون هي المرحلة بتاعت السجن. على المستوى العالمي المنع طبعا كتير، لكن احنا هنتكلم هنا على منع الفكرة، منع الأسلوب. حركة الفن التشكيلي حصل فيها تغيرات شديدة جدا، وكان مش بيجي كده بقرار شخصي من الفنانين يقول لك احنا هنغير النهاردة ونعمل مثلا المدرسة التأثيرية أو السريالية، لا، ده كان بيبقى نتيجة تجارب، بيكون جو عام هو اللي بيدفع الفنانين للقيام بمثل هذه التغيرات. يعني مثلا صالون باريس، وده أعظم معرض كان بيدعم في أوروبا في منتصف القرن الـ18 كده، قدموا مجموعة كانوا شباب ساعتها، قدموا في صالون باريس فاترفضت كل الأعمال دي، وكان على رأسهم إدوارد مانيه، اترفضت الأعمال دي كلها. فقدموا اعتراض لنابليون الثالث، قالوا له إحنا الأعمال بتاعتنا اترفضت وعايزين نعرف اترفضت ليه. ده هنا يدينا تأثير الفن التشكيلي في أوروبا في الفترة دي، وإن كلمة الفنان ممكن توصل للإمبراطور. فقال لهم خلاص إحنا نعمل لكم معرض تاني ونسميه معرض المرفوضين. أول معرض ليهم كان فيه لوحة معروضة لمانيه اسمها تأثير أشعة الشمس، وهي كانت عبارة عن لوحة صغيرة مش كبيرة حوالي 40x60 بتبين أو توضح تأثير ضوء الشمس على أشعة نهر. فدخل ناقد تشكيلي وتهكم على المعرض كله وسماهم التأثيريين، يعني تهكما. يعني صارت بعد كده مثلا ومدرسة مؤثرة، وهي مدرسة التأثيرية اللي خدت اسمها من لفظة تهكم. وبالمثل برضو المدرسة الوحشية، المدرسة الوحشية كانوا عرضوا عرض بتاعهم وكان كله لوحات صارخة بألوان صارخة، ألوان أحمر وأصفر وألوان كلها فظيعة جدا، إلا تمثال وحيد كان موجود في المنتصف، والتمثال معمول بشكل كلاسيكي زيه زي إيه؟ زي المدرسة اللي كان بيعملها دوناتيلو وفنانين عصر النهضة. فدخل برضه ناقد تشكيلي وقال إيه؟ دوناتيلو اللي هو يعني معمول على طريقة دوناتيلو بين المسوخ أو بين الوحوش، ومن هنا اتخذت اسم المدرسة الوحشية اللي هي من المسوخ أو الوحوش. المنع في والحجب في الفن التشكيلي تاريخيا هو كان في اتجاهين، يعني عامه ممكن يكون حجب ما قبل العرض، يعني يبقى في توجهات ايديولوجيه في بعض الثقافات بتحط اطار عام وبتحط محددات واشتراطات وفرضيات يشتغل عليها الفنانين، ومع يعني حاد عن ذلك او خرج عن، يعني الفنان اللي بيخرج عن الاطار ده خلاص بيبقى خارج إطار حتى فكرة إن هو يبقى فنان تشكيلي أو بينضم لجموع الفنانين التشكيليين. في الجزء بتاع حجب ما قبل العرض دي موجودة في بعض الأنظمة الشمولية اللي كانت بتحط إطار عام أو أيديولوجية عامة، زي مثلا الواقعية الاشتراكية في روسيا. الواقعية الاشتراكية في روسيا لما جت بعد ثورة أكتوبر 1917 صعد البلاشفة إلى سدة الحكم، اتعمل يعني حاجة بدأوا المثقفين اللي هم منضمين للحزب الشيوعي أو السوفيتي بدأوا يحطوا إطار عام لشكل الأدب، شكل الفن التشكيلي. في مؤتمر الكتاب السوفيت الأول اتحط الفرضيات والاشتراطات والمحددات اللي هي هتحدد الموضوع وتحدد المحتوى وتحدد المضمون وتحدد كمان الشكل الفني الفنان يشتغلوا عليه. فكان المؤتمر ده الحقيقة اللي هو اللي ترأسه ساعتها كان الكاتب المشهور ماكسيم جورجي. أندريا جادانوف ده كان قاعد جنبيه على المنصة وبدأوا يتكلموا عن الشروط والافتراضات من وجهة نظر، هم كانوا بيقولوها من وجهة نظر الدور الاجتماعي والأخلاقي واللي هم بيأملوه
للإبداع، سواء كان أدب، سواء كان قصة، سواء كان شعر، سواء كان فن تشكيلي. فأي حد هيشوف مثلا المنتج البصري اللي اتعمل في مدرسة الواقعية الاشتراكية هيلاقيه كله متوجه في هذا الاتجاه اللي هي تثقيف البروليتاريا، وبقى الفن هو اللي هو بيفسر المحتوى بتاع الثورة. لكن لما نتكلم عن فكرة الحريات والكلام ده للفنانين، ايوه فعلا كان فيه منع ما قبل العرض، يعني الفنان نفسه، الفنانين اللي اشتغلوا فن او اشتغلوا ادب، هم نفسهم كان عندهم املاءات وعندهم حدود بيشتغلوا عليها لا يتجاوزوها. فمثلا لما نيجي نشوف الاعمال الفنية اللي كانت موجودة في الوقت ده، هتلاقي نسبة كبيرة منها كانت عن ستالين، ستالين وسط الأطفال، ستالين يصل إلى محطة قطار مثلا موسكو، ستالين جوه الكريملين. في أعمال كتيرة جدا كانت على لينين وهو بيخطب في وسط الشعب، أو اللي هي الطبقة العاملة أو الطبقة الكادحة، أو وهو جوه بيثقف قيادات الحزب الشيوعي. دي لوحات اتعملت عن ده. النوع الثاني اللي هو حجب ما بعد العرض، إن العمل يترفع من العرض. كان في مثلا لو ذكرنا الجزء بتاع الفن المعروف بفن الرايخ الثالث اللي هو أدولف هتلر، والقصة اللي حصلت طبعا في ألمانيا، ان هتلر طبعا كان معروف ان هو كان نفسه يبقى فنان، على فكرة هو عنده مشكلة، هو كان هيبقى فنان ما نفعش يعني، فهو كان ضد خالص الفن بتاع الحداثة، وقال ان هو فن منحل وفن غير أخلاقي، وعمل حشد شعبي كتير جدا ضد الفن اللي هو بتاع الحداثة وبالذات التكعبية والسريالية. في أواخر الثلاثينات حصل المنع من نظام هتلر يعني، والفاشية الهتلرية الحقيقة النازية اللي منعت كانت ضد الفن الحديث، وقالوا عليه يعني أعوان هتلر يعني إنه الفن المنحط. ومن هنا طبعا كل الفنانين يعني معظم الفنانين الألمان اعتدي على أعمالهم، وحتى الفنانين الفرنسويين يعني رينوار مثلا قطعوا بعض أعمال لي في ميادين مفتوحة في ألمانيا لعدائهم للمودرن آرت، فن بيبشر بالحديث وبيبشر بالجديد، فكانوا رافضين فكرة الفن وأطلقوا عليه الفن المنحط. وهنا كان في ردود فعل يعني، ردود فعل ضد دعاوي هتلر النازية الحقيقة. ومن هذه الدعاوي أندري بريتون اللي هو زعيم السريالية عمل بيان إن هو مع مستقبل الفن، أن الفن المفروض يرجع تاني للمثالية بتاعة أفلاطون والتشخيصية، اللي هما كانوا ضد قوي التجريد وضد التكعبية والمفهوم السوريالي اللي كان موجود في الوقت ده. الغريب بقى أن ما تقابلش قوي الفكر بتاع هتلر ده حتى جوه ألمانيا بترحاب كبير، لأن هو عمل نفسه هتلر عمل معرضين في قاعة فنون تبع الدولة في الوقت ده، معرض للفن المنحل اللي هو بيقول عليه فن منحط، عشان يقول للناس ادي الفن اللي غير اخلاقي وكذا وكذا، وفي نفس الوقت عمل معرض بقى للفنانين اللي هم اتبعوا خطاف فكره الفن اللي هو قايم على الافكار المثاليه. فالناس بطبيعتها ما كانش في قبول قوي على او يعني على العرض اللي كان معمول بتاع الفنانين اللي هم قايمين على الفكر اللي هو طالب بيه هتلر وجوبلز، وكان في ناس بتخش المعرض اللي هو كان رفضه. اللي كان اجمل بقى ان احنا عندنا في مصر كان في ردة فعل ايجابيه، اللي هي جماعه الفن والحريه، جورج حنين ورمسيس يونان، فؤاد كامل التلمساني، اللي هي جماعه الفن والحريه، عملوا بيان اسمه يحيى الفن المنحط، لان هم كانوا شايفين اللي بيعمله هتلر وبيدعوا ليه على مستوى العالم مش ايجابي، لان المفروض في حريه للفنان. يعني كمعناها صفع لما قاله هتلر. وكان في فعلا تواصل مع الحركة التشكيلية السريالية المصرية والحركة التشكيلية السريالية أيضا في أوروبا عموما يعني، على أساس كان كله متوحد ضد فكرة رفض الفن الحديث. دايما هتلاقي فكرة الحجب والمنع دي على فكرة لا تمارسها حكومات الا في الواقعيه الاشتراكيه، الا لما تكون حكومه بالكامل قايمه على ايديولوجيه زي مثلا الاتحاد السوفيتي مثلا. لكن ممكن انا ارفضك كاخر، يعني فكره الانا والاخر دي قصه كبيره موجوده، قبول الاخر دي شيء صعب جدا. فمثلا دييجو ريفيرا الفنان المكسيكي المشهور
كان يعني ملء العين والبصر في فترة في النصف الأول من القرن العشرين. فباختصار كانت بعض رجال الأعمال الأمريكان كانوا مستقطبين بيستقطبوا نجوم الفن إن هم يقتنوا أعمالهم. فمن ضمن العائلات المشهورة حتى مشهورة لغاية دلوقتي عائلة روكفيلر. فاتفقوا مع ديجو ريفيرا إن هو يجي يعمل جدارية كبيرة جدا في مدخل مؤسسة روكفيلر في أمريكا. واتفقوا معاه. الغريب بقى ان يعني ديجو ريفيرا لما قعد مع روكفيلر الاب فكان بيقول له انا عايزك تعمل اللوحه كذا، يعني بيقول له موضوع اللوحه مش بيقول له ترسم ايه. بدا يشتغل ديجو ريفيرا اللوحه المشهوره جدا اللي هي رجل في مفترق الطرق. ديجو ريفيرا عمل حاجه غريبه جدا، رسم لينين في اللوحه، ولينين معروف ان هو رمز من رموز ثوره اكتوبر. فراح ابن روكفيلر جابه في مكتبه وقال له انت احنا متفقين معاك على حاجه. قال له انت جاي تعمل ثوره في امريكا؟ احنا متفقين على لوحه هتعملها، دي لوحه جداريه لمؤسسه روكفيلر. فسابه ديجو ريفيرا قال له طيب حاضر، وراح كمل اللي هو عايزه ان هو ديجو ريفيرا. فراح له ابنه، كانت اللوحه بدات قاربت على الانتهاء، عامل على الشمال روكفيلر واقف وسط ناس كده ويحتسل مارتيني، غريبه جدا. هي لوحة بتعبر عن الـ العلاقة ما بين الرأسمالية الاشتراكية في بدايات في النصف الثاني من القرن العشرين. والناحية الثانية عامل لينين بيخطب في البروليتاريا. فراح له قال له انا مش قلت لك ما تعملش ده؟ قال له لينين هو هيظل. قال له ايوه احنا مش في روسيا، انت ليه فقال له ايام ديجو ريفيرا. دي بقى كبرياء الفنان. قال له ايام ديجو ريفيرا، انا ديجو ريفيرا يعني اعمل اللي انا عايزه. راح مشاور لسكرتيره، طلع الشيك الفلوس كلها اللي كانوا فيه، يعني انت متفق مثلا على 10، ادي فلوسك كلها شكرا، وراحوا هادين اللوحه. لم يسمح لمثل العمل ده ان يراه الجمهور. والعمل ده اتعاد بعد فكره، على فكره اتعمل بالكامل، بس ديجو ريفيرا كان رجع بقى ديجو ريفيرا المكسيك بعد الحادثه دي، اوه استقبلوه كبطل. يعني ممكن مجموعه من الناس يبقى عندهم محاذير في الرؤيه في الاستقبال. يعني انا ممكن اسمع ان مثلا زميلي سين عامل معرض مثلا كله نيود عاري يعني، فانا عن نفسي ما اروحش، ممكن تحصل، او غيري ما يروحش. يبقى مين اللي منعني هنا؟ في رقابه منعت العرض؟ لا مفيش رقابه. مين اللي منعني؟ قناعاتي الشخصيه. فهو اللي بيحصل منع نتيجه من التطرف ومن القبضات السياسية في بعض الأحيان. إذا الفنان تجاوز الحدود مع نظام مش على هواء أو كده بيحصل نوع من المنع. طبعا في منع من قلة قليلة جدا في الشارع المصري أحيانا. 2011 تقريبا تم الاعتداء على تمثال أم كلثوم في المنصورة وتشويه يعني صورة التمثال وكده، يعني منع من قلة قليلة متطرفة. تمثال السلسلة اللي هو موجود برضك على شاطئ اسكندرية الفتح محمود تم تشويه التمثال، وهو تمثال تجريدي جميل جدا جدا جدا. واحد متطرف ما هوش عايز تكسيب، هو ضد النحت أساسا. يعني الفنان التشكيلي ممكن يتجاوز الرقابة بكتير، يعني ممكن يحط رموز وأشكال وعناصر يعني تحتمل التأويل. وممكن برضو لجنة التحكيم أو لجنة الفرز اللي هي بتكون قبل لجنة التحكيم تؤول الرموز أو الأشكال اللي حاططها الفنان على أكثر من صورة. فالمهرب هنا كبير، فمش واضح مثلا زي الكتابة أو زي مثلا الفيلم أو زي الأغنية. يعني احنا بنجاهد دلوقتي كفنانين تشكيليين علشان الفن التشكيلي يكون قريب للناس، علشان يكون على يتوظف الناس تتشاف ويتعمل بوسترات. لكن في الحقيقة فيه هو كبيرة ما بين المجتمع البسيط والفن التشكيلي. عايزين نجسر هذه الطريق ما بين الفن التشكيلي وما بين المجتمع.